طبعا سلمى، منضل ضمن فعاليات معرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية، حتى نضوي على حفل توقيع كتاب مختصر الاختصار لما خفي من الأسرار وغفلت عنه الأخبار من تاريخ سوريا المعاصر للباحث والأستاذ علي ديب عيسى. أهلا وسهلا فيك أستاذ، وألف مبروك توقيع الكتاب. أنا بتشكركم اللي صبرتونا بمقر عملكم و... أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. نحن هذا البلد يعني. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي ديب عيسى. خلينا نبلش مع حضرتك من توقيع الكتاب. بداية نبارك لك أكيد بتوقيع هذا الكتاب. نحكي عن أهمية المشاركة اليوم ككاتب بمعرض الكتاب الدولي السوري، وخصوصا أنه كل الكتاب تنتظر هذا المعرض سنويا لحتى يأطلقوا أي كتاب لهم. حقيقة الأمر أولا يعني بتشكركم بالبداية، بتشكر المكتبة والمسعو واللي قاموا واللي اشتركوا بكل هذه الأعمال. نعم. على وجه الخصوص قناتكم الرئيسية اللي محببة إلي شخصيا، يعني أنا بتابعها أحيانا. إضافة إلى شكر اللي شاركوا بهذا المجال، أنا المعرض تابعه من وقت كنت طالب جامعة وتابع معرض الكتاب العربي، وكان امبارح يعني في توقيع هذا الكتاب له هيك اهميته الخاصه، يعني صار في حضور هيك اشتراك كذا، عطى نوع من الشغل الفعاليات المعنويه الكذا، لانه الهدف معنوي اكثر من مادي او حسي للموضوع. لذلك كانت الرغبه ان نحن نعرف هالشباب هالكذا عن هذا الواقع ومضمون هذا الكتاب يعني. بما انه طرقت استاذ الموضوع، خلينا نحكي اليوم عن عنوان الكتاب. لما بنقول مختصر الاختصار لما خفي من الاسرار واغفلت عنه الاخبار من تاريخ سوريا المعاصر، شو الاشاره يلي حبيت تحكي عنها لما بنقول بما خفي من الاسرار وغفلت عنه الاخبار؟ نعم. لا انا بلاحظ يعني طبعا من خلال الثقافه الاجتماعيه العامه بالشوارنا او من طلبه العلم بالذات، يعني ما عندهم هالإلمام الكامل يعني مثلا بشوف شباب تمدح فرنسا مثلا وبتعظمها بريطانيا كذا، او تجي لواقع عشناه ببلدنا نحن او الدولة يعني العثمانية او شيء. نحن ننطلق، انا انطلقت من نهاية الدولة العثمانية الأسرى، انه هالبلد هي في ناس عم يعطوها اكثر من حق اجتماعيا او بالشوارع او نتيجة عدم دراسة الفكر. يعني اضرب لك مثال على واقع، يعني الشاب وقت اللي بيجي بيقول انه يا اخي فرنسا، فرنسا في شغلات كثيره يعني انا نوهت عليها بالكتاب. فرنسا ضربت عده مواقع عندنا بسوريا، البرلمان معروف انه راح 600 قتيل بالبرلمان السوري مجلس الشعب السوري، ليش ما ادوا تحيه للعلم الفرنسي؟ هو هذا دول وطنيين شهداء دول. الأسرار انه في سوريا قدمت على مسرح التاريخ من بدايه الدوله الاسلاميه من 400 سنه، سوريا تنتج ابطال، تنتج شهداء، تخفى على هالناس. مثلا يعني راح اضرب امثله، سليمان حلبي قتل الجنرال قائد الحمله الفرنسيه بفلسطين، جول جمال استشهد دام جنبك الفرنسيه بسواحل بورسعيد. يعني هي امثله. الشهيد يوسف العظمى رحمه الله كان وزير حربية عنا بسوريا بوزارة هاشم الأتاسي عام 1920، وكان قائد للجيش السادس عشر العثماني بأيام دولة العصر الحرب العالمية الأولى. هاي سوريا قدمت، وإجت بالفترة الأخيرة قدمت أبطال وشهداء من خلال الرئيس الراحل حافظ الأسد الله يرحمه. يعني كلكم بتعرفوا أنه كان ترس في وجه الغرب، يعني كان وله مقاله ب 78 على ما اظن، يعني اللي طلبه سفير امريكا على ما اظن، يعني ماني حافظ التاريخ بدقه، زياره امريكا. لو انا ما بزور امريكا، كل بيت بسوريا مصاب بالسلاح الامريكي. يعني في شغلات نحن عم نمدح الغرب بدون ما الغرب هو اللي دمر بلدنا، الغرب هو اللي سعى بخراب بلدنا. في اسرار الشباب مع نتيجه عدم دراستها وثقافتها، هي اسرار يعني ما يعرفوا انه لوين بدنا نوصل. خلينا نقول هذا الكتاب موجه لفئه الشباب بالدرجه الاولى، على تقريبا للكل، هو طبعا وللطبقه الدارسه. يعني انا ما بطلب الثقافه انه دراسه او شهاده جامعيه وبس، ثقافه اجتماعيه، ثقافه فكريه، ثقافه سياسيه، ثقافه كلها يعني تاريخيه، هي مجموعه، هي كلها بيعطي. اما اني انا ادرس واخذ شهاده جامعيه هي ما ثقافه لحالها، يعني ما تكفي اكيد.
استاذ خلينا نحكي كمان عن عدد من كتاباتك الاخرى، اهم ما اصدرته سابقا وما تسعى الى اصداره في الوقت. انا كنت موظف تقاعدت من عامين ثلاثه، حبيت انه انا بحب المطالعه كثير. طبعا الفت كتب بالاختصاص، انا خريج شريعه يعني، الفت عده كتب بس ما يعني ما نشرتها، بس هيك للمكتبه تبعي للثقافه يعني. لفت كتاب مختصر للسيره النبويه، باب انه الفكر الادبي بالوقت الحاضر، طبعا لسه ما كملته هذا الكتاب. لفت كتاب اسمه ما سميته لسه يعني، تقريبا مجلدين ثلاثه، من كل بستان زهره، يعني هو حكم وامثال يعني هو اغلبها. ايه اما انا نشر ما نشرت كتبه، هي يمكن اول كتاب نشر، هي اول كتاب نشرت نعم. هذا الكتاب يعني نشرته يعني لانه بيحكي عن وجع بلدنا، انه شو بلدنا شو عاشت بالعشرينات بالثلاثينات بالاربعينات، يعني في امور طبعا اغلب الطبقه ما بتعتني بهيك امور. عم نحن نعرف انه بلدنا شو كان فيها ايام العشرينات، ايام الانقلاب الفرنسي، ايام الاستقلال وقت اللي استقلينا، عن ايام الوحده اللي كان يعني فيها كان مغرورين. هلا بعض الناس مغرورين بناس ما بدنا نذكر اسماء، طبعا بدون ما اذكر اسماء يعني، طبعا تعين عنا كان من خلال ايام الوحده كان الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه يوثق في اشخاص معين، هذا خطا يعني تاريخي سر هذا خطأ. انا ليش دوله بدك تعملها؟ ما لي مثلها شخص او شخصين، هدول انت توثق فيهم ودوله يعني ما حدا يعني يعني اضرب كثير يعني مثلا وقت بيوثق في عبد الحميد السراج او عبد الحكيم عامر، او يعني هذا واحد سوري واحد مصري، يعني كانت ثقته منصبه عليهم. ليش؟ يعني ناقش اراء الناس كلها، افكار الناس كلها، يكون في طبعا هاي امور، هاي اللي عم تسالني عن اسئله فيها، هاي شغلات يعني مو كل الشعب او مو كل الطبقه المثقفه او كل الطبقه الدارسه بتعرفها يعني هاي. خلينا نحكي اليوم عن اقبال الناس على هذا الكتاب وعلى معرفه مضمونه، ان كان من فئه الشباب يلي ممكن بيخفاهم شوي من هي الاسرار يلي حكيتها، او من فئه المثقفين والمتعلمين يلي بيعرفوا كثير من اسرار وخصوصيه سوريا بكل محافظاتها. خلينا نقول سوريا طبعا الكتاب مو بس موجه لفئه الشباب، ممكن كل انسان بيحب وطنه بيحب بلده بيحب يعني الثقافة العلمية والتاريخية والسياسية، وليس لفئة الشباب فقط، لكل إنسان بيحب هذا البلد. الكتاب عم يحكي عن واقع بلدنا نحن، شو أنت يعني شلون كان بالفترات التاريخية بكل عقد من العقود الزمن، حتى يعني وقت ما نحكي عن مثلا عن خلينا نحكي عن الفترة الأخيرة، العقود الثلاثة الأخيرة بأيام الرئيس الراحل حافظ الأسد رحمه الله، يعني بلدنا كانت كثير يعني وخاصة الريف السوري كان كثير متأخر علميا يعني على وجه الخصوص الريف يعني بهالفترة هاي يعني هالثلاث عقود هذول ارتفع مستوى العلم بشكل تقريبا 80 أو 90%، ونيرت القرى وصلت يعني تحسن وضع البلد وخاصة بالسبعينات، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، الوضع الاجتماعي، إضافة إلى الوضع العسكري، يعني تجهز جيش ودرنا نحارب يعني قدر يحارب الرئيس الله يرحمه يعني قود الجيش حرب 73 وانتصرنا، يعني في امور كثير يعني اذا بدنا نحكي فيها تاخذ وقت كبير معنا يعني. فهذه لازم نعرف الانسان مثلا شلون كانت سوريا بحرب 67 وشلون صارت سوريا بحرب 73، قديش الفرق بيناتهم يعني، وشلون نحن يعني شلون تخطط للحرب، شلون قاد، شلون كانت سوريا تحب الوحده مع شلون قام حزب البعث بالذات يعني. هلا كثار بيتهجموا على حزب البعث انتم بتعرفوا، اما هو حزب البعث اللي طلب من جمال عبد الناصر الوحده، يعني وحده الناس، وحده الاهل، وحده الشعب سياسيا اقتصاديا عسكريا كل الوحده، فراح وفود من هون على مصر مشان يطلبوا الوحده. لذلك الشعب السوري من يعني من اساسه من سوريا انطلقت الحضارات، من سوريا فتوحات ببلاد الشرق وبلاد المغرب يعني، وتغنوا الشعراء فيها يعني. ما لا مثلا وقت اللي بيقول احمد شوقي فتحوا الشمال، هو المقصود شمال افريقيا، الجيوش من هون زحفت من الشام، فتحوا الشمال سهوله وجباله وتوغلوا فاستعمروا الخضراء، يعني عمروا تونس وعمروا بلاد الغرب، ومن سوريا من هون انطلقت الحضارات على الشرق، فتحوا اذربيجان وفتحوا طشقند وسمرقند وهي الدول هي،
طبعا كلها كانت تنطلق من سوريا، جيش الانقاذ بحرب 48 معروف أكيد يعني محطات تاريخيه عديده ومهمه. بنتمنى اكيد لكل يلي ما كان موجود بتوقيع الكتاب بيقدر يتواجد حاليا بالمعرض، كتاب حضرتك موجود لحتى الناس تقدر تشوفه وتقراه. بدنا نشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا. الله يخلينا اياكم، ونحن بنتشكركم بالدرجه الاولى اللي استضفتونا عنكم هون وبقناتكم اللي محببه شخصيا، انا مو بدون محاباه والله محببه لي هاي القناه لانه تعطي يعني الامور بشكل صريح وواضح والخبر بدون تبهير بيعطوه كما بيقولوا بالعامي. شكرا لك استاذ. انا بتشكركم كثير وبتشكر الاعلام، وبنوجه بمعيتكم كمان رساله شكر للرئيس القائد اللي يعني قدر يوقف يهدي بلدنا بوجه الفتن اللي دخلت عليها وبوجه الغرب بكامله يعني بدنا نقول اللي حاول يخرب هالبلد. كل الشكر لك استاذ. وانا بتمنى لكم كمان التوفيق. شكرا.